العالم. اه نرجع بقى للسؤالين بتاع حضرتك. السؤال احنا مهم عندنا جدا سؤالين، يعني. السؤال الاول هو ازاي انا بحدد المكان اللي انا رايحه عشان ادور على الديناصورات، والمكان التاني ازاي بتقول لي مليون و20 مليون و30 مليون، اي الارقام بتعرفها الكبيره منين دي. يعني؟ تمام، احنا بنروح نحدد الاماكن اللي احنا رايحينها بناء على الخرائط الجيولوجيه. خريطه مصر، انا عندي في المعمل خريطه مصر دي كلها بكل الالوان، كل لون ليه عمر معين. فانا عارف مثلا ان الديناصورات كلها انقرضت قبل 65 مليون سنه. تمام تمام، فلما اعرف ان المنطقه دي مثلا مدينه الانتاج الاعلامي عمرها 70 مليون سنه، هل ممكن الاقي فيها ديناصورات؟ ممكن. طب عمرها 40 مليون سنه زي لا الفيوم، هل يبقى ممكن الاقي؟ لا لا مش بالظبط. هلاقي. فانا بدور على الالوان اللي هي كلها اكبر من 65 مليون سنه واروح ادور فيها. تمام، والالوان دي بتحدد بناء على الصخور تحدد بناء على والطبيعه الايزوتوبس، الجيولوجيه. النظائر المشعه والصخور، وعلماء الجيولوجيا وعاملين الخريطه دي عبر دراسات مضنيه جدا جدا جدا. السؤال الثاني حلو. هو ازاي انت بتقول لي بقى مليون و70 مليون و65 مليون، الارقام كبيره جدا. لو احنا بصينا لاقدم حفريه انسان زيه وزيك كده اللي احنا بنسميه في العلم الهومو سيبينز، 300 ألف سنة تقريبا. 315 ألف سنة، يعني ما كملناش نص مليون سنة. في حين إن أنا بقول لك يعني احنا من الآخر كده هفوة في التاريخ. همثل لك الهفوة دي في التاريخ. لو ربنا خلق الأرض دي هنمثل عمر الأرض 24 ساعة. تمام؟ لو الأرض عمرها 24 ساعة، احنا جايين في آخر ثانيتين من الزمن. من ال 24 ساعة دول. يعني لا نذكر آخر الكائنات يمكن ظهورا على وجه الأرض. طيب الملايين دي جاية منين؟ في طرق كتيرة جدا، بس أغلبها وأكتر حاجة دقيقة فيها هي النظائر المشعة. النظائر المشعة دي كتيرة جدا، يعني مثلا أكتر حاجة ممكن الناس تعرفها هي الكربون المشع. الكربون المشع ده مثلا أنا عندي كربون الطبيعي كربون 12. كربون 12 ده موجود في كل أجسام الكائنات الحية، إنسان، حيوان، نبات، كل الكائنات الحية عنده كربون عنده 12. كربون 12. طيب في حاجة تانية بتيجي مع عملية البناء الضوئي في النباتات اسمها كربون 14. وإحنا بناكل نباتات والحيوانات بتاكل نباتات، فبالتالي بتبقى بناخد موجود. كمية من كربون كربون 14. 14. الكائن بيموت. ميزة كربون 12 انه ثابت، ما بيتغيرش، نسبته ثابتة، يعني اللي هو نسبته 1 جرام هيفضل 1 هيفضل جرام. 1 جرام. كربون 14 هو بيبقى 1 جرام لحد ما الإنسان يموت أو الكائن يموت. أول ما الكائن يموت الواحد جرام دي تبدأ تقل بمعدل ثابت جدا. تحديدا كل 5730 سنة. بعد 5730 سنة الواحد جرام ده هيبقى نص جرام. بعد 5730 سنة تاني هيبقى ربع جرام، وهكذا. ولذلك بنستخدم الكربون المشع في تحديد فترة عمر النصف لكائنات عمرها 50 ل 60 ألف سنة. طب هتقول لي 50 ل 60 أول ألف، مليون. طب الملايين. احنا بقى فترة عمر النصف للكربون 5730 سنة. ايه رأيك لو انا قلت لك ان اليورانيوم فترة عمر النصف ليه بتعدي 700 مليون سنة؟ طب معلش انا السؤال هقول لك، طب ويعني هو وايه اللي دخل هل بتلاقوا مثلا اليورانيوم او اليوتيديوم جوه او الجسم النظائر دي كل في الاجسام سواء البشريه القديمه جدا او الديناصورات، ايه اللي جاب اليورانيوم جوه جسمه؟ بالظبط سؤال مثلا. ده الصخور الجيولوجيه اللي احنا بندرس فيها. انا بعمل ايه باليورانيوم 235 او 238 او البوتاسيوم 40 اللي فتره عمر النصف بتاعته بتعدي المليار و300 مليون سنه، وفي حاجات لحد بتوصل لحد 18 مليار. انا بحدد النطاقات العمريه في الطبقه الجيولوجيه. لو حد شاف جبل هيلاقي خطوط هوريزونتالز كده، كل خط ليه عمر معين. وهكذا. فانا بعرف الطبقه دي عمرها، الطبقه دي باديه ب 20 مليون سنه ومنتهيه ب 30 مليون سنه، خلاص تمام. انا عرفت في الرنج ده.